مشاهدينا الكرام في كل مكان في مشهد جديد من مشاهد النيل، ونخصص هذا المشهد لما يحدث الآن على الساحة العربية من تصعيد إيراني أخير والتحركات المكثفة لوقف هذا التدخل السافر في الشؤون العربية من قبل إيران. الجدير بالذكر أن هناك زيارة مقررة للدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال هذا الأسبوع للأمم المتحدة بنيويورك. ما الذي يمكن أن تقدمه مصر في المرحلة المقبلة بعد أن تبوأت منصب عضو غير دائم بمجلس الأمن؟ يسعدنا أن يكون معنا سيادة السفير عادل عدوي مساعد وزير الخارجية سابقا، أنا برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. وزي ما ذكرت الآن نخصص هذا المشهد لتداعية الموقف بين إيران السعودية، ونتابع هذا التقرير في بادئ الأمر ونبدأ معكم. استبعد موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورة أن تؤثر الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وإيران على مفاوضات النزاع السوري، وذلك بعد حصوله على تأكيدات من الجانبين. وكانت الأزمة قد نشبت بعد قطع السعودية علاقتها مع إيران ردا على استهداف سفارتها في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد. الأمم المتحدة من جانبها تسعى لحل الأزمة بين السعودية وإيران نظرا لخطورة التوتر بين البلدين على المنطقة، وتطالب الدول العربية الأمم المتحدة بسرعة التدخل الحاسم ضد التدخل السافر لإيران في الشؤون الداخلية لدول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. وتسود المخاوف من محاولة إيران إشعال فتنة طائفية في المنطقة، والواقع أن مواقف إيران من بؤر الصراع في منطقة الشرق الأوسط خاصة في سوريا واليمن تجعل الحذر أهم ما يميز التعامل معها. فبعد اجتياز إيران لعقبة الاتفاق النووي مع الدول الكبرى وتوقيعها على الاتفاق النووي الذي يفسح المجال أمامها لتنمية قدراتها المختلفة وتعزيز اقتصادها في ظل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، تتطلع إيران إلى لعب دور بارز في منطقة الشرق الأوسط وتوسيع دائرة نفوذها على حساب دول كبرى كالمملكة العربية السعودية. إيران من جانبها لا تدخر جهدا لإبراز سطوتها وبسط يدها على المنطقة وإثبات جدارتها كدولة قوية وكبيرة، وآخر ما أقدمت عليه في هذا الإطار كان احتجازها لبحارة أمريكيين اجتازوا مياهها الإقليمية ومطالبتها الولايات المتحدة بتقديم اعتذار لها عن ذلك. فكيف ستتعامل الأمم المتحدة مع إيران في ظل هذه الأجواء المشحونة؟ وهل ستسعى لفرض عقوبات جديدة عليها في ظل هذه الأزمة؟ اتصالين هاتفيين. برحب بحضراتكم مرة أخرى سيادة السفير. كما تابعنا في هذا التقرير نقاط كثيرة سنتطرق إليها، ولكن دعني في بادئ الأمر أسأل حضرتك عن يعني لماذا هذا التصعيد الإيراني في هذه المرحلة الخطيرة اللي بتمر بها الأمة العربية. يعني كما نعلم أن دول الخليج العربي به نسبة شيعة كبيرة جداً وعلى رأسهم مملكة البحرين، فكيف يمكن النظر لتلك المسائل خاصة أن ما حدث بالمملكة العربية السعودية هو شأن داخلي يمكن أن يحدث في أي دولة في العالم؟ والحقيقة يعني الموقف معقد للغاية، وأنا الحقيقة مش فاهم الموقف الإيراني ده. يعني موقف يعني ما أعتقدش أنه يؤدي إلى نتائج لصالح إيران على وجه الإطلاق، لأنه اختيار الوقت صعب جدا. يعني أولا المنطقة كلها فيها مشاكل، من ليبيا في اليمن في سوريا في العراق، المنطقة كلها فيها مشاكل، فكون أنها يعني تخش في موضوع داخلي بحت، يعني حتى المنطق يعني دخول لسياسات معينة عن طريق المدخل اللي دخلت منه ده، يعني واضح انه بدائي جدا، لانه هي تعرضت يعني حاجه داخليه بحته. ايه يعني واحد شيعي سعودي نفذ عليه حكم الاعدام، وفي اعداد كبيره جدا نفذ الاعدام عليهم، ومنهم فيهم واحد مصري واحد شادي وغالبيه سعوديه وكلهم سعوديين الباقي. يعني انا ما اعرفش ازاي تفسر ايران حتى تدخلها للعالم كله قدام الرأي العام العالمي، إذا كانت عاوزة تكسب تأييد
انها تواجه الدول العربيه او تواجه ايران، وهم تدخل من نقطه بدائيه خالص، لانها مش من حقها انها تتدخل في الشؤون الداخليه للدول الاخرى. وبعدين هي ما اكتفتش بالتصريحات، يعني هيجت الشعب عندها ودخل الشعب، حرق السفاره السعوديه، حرق القنصليه السعوديه. واضح ان العمليه فيها نوع انه عاوزين يسيروا الموقف. فالحقيقه يعني ما اعتقدش، ما جابش نتيجه ان الدول كلها ادانت هذا التدخل. وبعدين الدول العربيه اللي هي مفككه في الوضع الحاضر، في الاوضاع السيئه اللي هي فيها، في الظروف الصعبة اللي فيها، اجتمعت وكلها أدانت يعني هذا الموقف. أعتقد يمكن بس يعني حاجات بسيطة، زي مثلا وزير خارجية إيران ما يعني كان بيعترض على حاجة خاصة بحزب الله، يعني بس خارج الموضوع، لكن الكل أدان الموقف. إذن التصرف الإيراني خلى الدول العربية تتحد مع بعض وتتخذ موقف إن هذا التدخل في الشؤون الداخلية ولا يحق لها انها تعمل. اذا حطت نفسها في موقف الحقيقه صعب جدا. فهو من البدايه اجراء يعني انا شايفه غير سليم، واختارت موضوع يعني ما حدش ابدا يقدر، لانه ده يخالف الاعراف الدوليه والقواعد والنظم القانون الدولي. فيعني هي اختارت موضوع الحقيقه غير سليم، لكن عشان كده فشل. ما اعتقدش يعني انه ده يخلي الدول تنقلب على السعوديه او يخلي الشعوب هناك. وانا الحقيقه يعني شايف ان الموقف حساس جدا، والمنطقه يعني فيها مشاكل كثيره جدا، يجب بقى الحكمه تتغلب عليها. من واضح لازم تكون من الجانب العربي، لانه طبعا ايران واضح انها ما فيش حكمه فيها، وهي بس عايز اقول لحضرتك يعني هو التصعيد من قبل إيران. اللهجة الشديدة طبعاً التي تتحدث بها إيران ليست الدول العربية. طيب يعني كثيرون بيرون بأن إيران بتنتهز، زي ما حضرتك تفضلت، بتنتهز فرصة وجود كثير من الملفات المطروحة الآن أو المفتوحة على الساحة، النزاع المسلح السوري، فيما يخص أيضا اليمن، فيما يخص ليبيا، فبتنتهز الفرصة لفرض السيطرة والهيمنة. نرجع بقى للتاريخ، الأصول الفارسية أو والمد الشيعي للمنطقة بأكملها، كيف ترى هذا الأمر؟ أعتقد أنه ده انتهى عهده، ده كان زمان أيام الفرس، ولكنهم يتحدثون حتى هذه اللحظة. بس يعني ده يختلف تماماً عن الواقع على الأرض. النهاردة سياسات كل الدول ممكن تتغير في أي لحظة، فما أقدرش أتمسك بسياسات قديمة أحاول أضبطها. دليل برضو نوع من يعني عدم الإدراك للواقع على الأرض. النهاردة السياسات الخارجية لأي دولة وتحركاتها بتتوقف على الظروف المتجددة اللي موجودة على الأرض، يعني في وقت اتخاذ القرار، يعني بقى مش في حاجات تواريخ سابقة ولا حاجة زي أو أفكار قديمة. فيعني إيران يجوز، ما هو اللي يعمل يصعد المشكلة عشان واحد سعودي اتعدم عشان بينتمي إلى المذهب السيعي، يعني ممكن تكون بتفكر برضو بنفس التفكيرات اللي هي لا تصلح ولا يعني تؤدي إلى أي نتائج. فهو يعني أنا في تقديري إيران ممكن تكون بتفكر في حاجة، عاوزة تعمل حاجة، عاوزة تسترد وضع معين في المنطقة، تنتهز تشعل الموضوع الشيعة والسنة والحاجات دي، لكن محدش هيسمح لها بكده. النهاردة بالرغم كل الظروف التفتت الموجودة في العالم العربي، لكن النهاردة في نوع برضو من القوى التي هي عاوزة توحد العالم العربي، وظهرت واتضح الظهور ده لها خصوصا بعد 30 يونيو اللي حصل في مصر. ده كلها ادى امل للشعوب العربيه انها تتحد وتتقز وتتغلب على المشاكل اللي هي فيها، بحيث تواجه اللي هي الاخطار اللي بتواجهها. واعتقد ده ممكن ووارد بس بالهداوه، ما نديش فرصه بقى لناس عاوزه تعمل تغييرات وحاجات زي كده انها تخلينا نغير الاتجاهات اللي احنا ماشيين فيها. انا شايف في نوع من الترابط ابتدى يحصل لاول مره، يعني مثلا التحالف العربي اللي واجه ثوره الحوثيين اللي في اليمن ده، يعني حاجه كويسه. النهارده الدعوه اللي هي في التحريك القوى العربيه المشتركه اللي من بدايه
الجامعة العربية تقررت في القانون لكن لم تنفذ، لكن في خلال في العام ده اللي فات ابتدت يصير حقيقي، لسه ما اتخذناش إجراءات الحاسمة لكن ابتدت تظهر. إذن في بعد 30 يونيو ظهرت اتجاهات جديدة في العالم العربي، غيرت الوضع، التفتت اللي كان موجود وحوالينا والدنيا اتغيرت. لكن أعتقد أن إيران يمكن مش مقدرة إيه هي الأوضاع اللي جدت، وممكن إثارة الشيعة والحاجات دي. وأنا أعتقد يعني إحنا في مصر هنا ما عندنا شيعة وسنة وجميع المذاهب. عمر أنا شخصياً عمر ما حسيت في فرق الشيعة والسنة يعني، ولا في أي حاجة يعني. إحنا في على مر العصور مثلاً في مصر الشيعة والسنة كلهم عايشين، يمكن في فترة الثورة حصلت بعض الحاجات البسيطة يعني، لكن ما هياش بتعبر عن رأي الشعب في مصر. فأنا أعتقد أنه يعني ديننا دين بسيط وسماحة، ويجب أن احنا في هذه المرحلة في هذه المواجهة، مش بس مواجهة أمنية ويعني حاجات دي، لازم تكون في نوع من الفكر وإظهار صورة السماحة الدين اللي هو أساسي. لأن هي أثارت موضوع السنة والشيعة ومركزة على الحكاية دي، قلت الشيعين يمين عشان واحد شيعي من يعني من الناس اللي عندهم فكر أعدم. فطبعا محاولة الإثارة دي وردة خصوصا في الفترة الجاية، لأن في ناس كتيرة بتعتقد. طيب يعني الهدف منها أو ما الذي يمكن أن توص يعني أي اتجاهات ستسير إيران في المرحلة المقبلة في ظل هذا التصعيد؟ هل هو تصعيد على يعني على سبيل مؤقت لما حدث لهذا الشيعي من جنسية سعودية نمر بقر النمر، لأنه بالنسبة لهم مرجعية دينية، أم أنه سيمتد؟ هو أعتقد المواجهة التصرف الإيراني بين دول المنطقة والإدانة اللي حصلت من العالم دي هتخلي إيران تفكر مرة أو اتنين تاني إنها تحاول يعني ممكن تصعب. بس يعني السياسة اللي هي كانت رسمها فوجئت، أعتقد إنها فوجئت برد الفعل السريع اللي فيه تضامن، وحست إن ده إثارة الموضوع ده ممكن يصير تضامن أكتر، ويبقى هي تصورت إنها حققت بعض النجاح في الاتفاق مع الدول يعني 5+1 والحاجات اللي هي وصلت إليها ديت. فأعتقد كانت عاوزة بقى تنتهز الفرصة وتمتد وتشتغل. فأعتقد إنه رد الفعل العربي أساسا والدولي أعتقد هيخليها تفكر مرة أو اتنين إنها تقدم على حاجة تانية. لكن على أي حال يجب دلوقتي إن الناس تكون متنبهة، لأن طالما إن في نية لرسم معين، ما هو في ناس بتتواجه طريق ده ما سلكش لو متحاول طريق تاني. احنا في عالم سريع ومتغير وبسرعة، فيجب فعلا يعني المسؤولين اللي عليهم أعباء كبيرة جدا، مسؤولين عن الشؤون الخارجية والأوضاع، لأنه الدنيا بتتغير ويجب أنهم يكونوا منفتحين تماما لإيه اللي بيحصل، ومواجهة الأقطار بالصيغة الملائمة للعصر والظروف. لأنه يعني في ناس لسه لازالت بتفكر المواجهة على طول، المواجهة والرد الحاسم والحاجات دي كلها، يعني يجب التروي وبالعقل. أعتقد ممكن تخطي كل المسؤول يعني المشاكل والنجاح كمان، بس بالعقل وبالهداوة وبالتفكير السليم. نأتي لدور جامعة الدول العربية. هناك زيارة مرتقبة للأمين العام لجامعة الدول العربية دكتور نبيل العربي للأمم المتحدة بنيويورك خلال الأسبوع المقبل. ما الذي يمكن أن تتمخض عنه هذه الزيارة في ظل هذا التصعيد الإيراني؟ أو ما هي الرسالة التي سيأخذها معه ويلقيها في الأمم المتحدة الدكتور نبيل العربي؟ وطبعا بالنسبة للموضوع الإيراني، طبعا الجامعة العربية كان موقفها واضح، فكان الأمين العام في زيارة الأمم المتحدة هيكون واضح تماما أنه يشرح هذه السياسة لكافة يعني الجهات اللي هو يتقابل معها وحاجات زي كده. فدي حاجة أساسية يعني، وده تأكيد يعني احنا مش مجرد أصدرنا قرار وخلاص وانتهت العملية، لا ده احنا بنتحرك وبنفهم الدنيا ليه احنا يعني ايه اللي حصل، وده شؤون داخلية وده وضع عادي جدا
واحنا ما قصدش بيه اي حاجه. ويعني طبعا هو عارف هذه الامور وخبير ويقدر طبعا يعني يمثل ويشرح موقف الدول العربيه لكافه المندوبين اللي هيتم يعني الالتقاء معهم. فطبعا زياره الامين العام لجامعه الدول العربيه لنيويورك في التوقيت دوت وبعد القرار اللي صدر من جامعة الدول العربية هيكون في دعم للجهود دي ويكون في نوع من الضغوط برضو على إيران لأنه على نطاق أوسع النهاردة بتشرح هذا الموقف للدنيا كلها وبسط الأمين العام اللي هو بيمثل الـ يعني الدول يعني. فطبعا هي طبعا خطوة دليل أن في تحرك إيجابي وأن الناس في المنطقة متابعة بالضبط إيه اللي بيحصل وعارفة إيه الطريق السليم اللي هي تتخذه وبقدر الامكان وبالطرق السلميه بنحاول نشرح وضع بالضبط ايه اللي حصل ولا لم يكن طبعا اعدام المجموعه اللي حصلت ديت. ناس بتتدخل في الشؤون الداخليه السعوديه وبتحاول تعمل قلاقل وهجومات وحاجات زي كده. فطبعا كون ان السعوديه القضاء السعودي يصدر هذا الحكم وينفذه دي حاجه ما اعتقدش ان في اي دول انها ممكن تعترض عليه. يعني ممكن في ناس ضد حكم الاعدام مثلا حاجات زي كده ممكن ناس تقول لك إيه عدد كبير بس دي حاجات ما هياش اللي هي اللي تخلي دوله زي ايران تخلي الشعب كله هناك ويحرق السفاره وبتاعه والحاجات. ردود الفعل السريعه اللي حصلت في ايران وطبعا ده ما الشعب الايراني طبعا من الواضح ان الحكومه هي اللي ساعدته ان نعم. هو يعمل كده طبعا المفروض السفارات دي امنه والمفروض ان هذه السفارات تبقى محميه في مهما كانت الظروف لكن كل ده ما حصلش. ده دليل يعني انه من الواضح انها هنشرح كمان اللي حصل بالظبط وده اعتقد هو ده اللي لا يحصل. نعم طيب أنا بستأذن حضرتك. معنا هذا الاتصال الهاتفي معي السيد محمد محسن أبو النور المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإيرانية. أستاذ محمد بعد التحية لحضرتك نتحدث عن الأزمة السعودية الإيرانية والتصعيد الإيراني وتخلنا إلى نقاط عدة من أهمها الزيارة المرتقبة للأمين العام لجماعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي إلى الأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع المقبل. كيف ترى هذا التصعيد أستاذ محمد وتوقيته؟ يعني أعتقد أن الحدث الآن في العلاقات العربية الإيرانية يعكس توتر حقيقي كان على السطح ما بين أو كان في الأعماق ما بين إيران والدول العربية حول محاولات إيرانية للتمدد والتغلغل وتوسيع نفوذها في كل الدول وعلى رأسها بالتأكيد تلك الدول التي تقع على غرب الخليج أو الدول العربية الجارة لإيران. ومنها طبعا كما هو معلوم احتلال إيران الجزر الثلاث منذ عام 1971 والتدخل الإيراني بالدعم اللوجستي والمالي وحتى السلاح في دول أخرى مثل البحرين والإمارات والكويت. وقد كشفت الأجهزة الحكومية في تلك الدول عن محاولات فعليه ايرانيه لاختراق هذه الدول. واخيرا الدعم الايراني واسع نطاق الحركه الشيعيه في المنطقه الشرقيه للمملكه العربيه السعوديه. فما يحدث الان هو يعني اظهار لهذا الصراع الذي دار في اروقه الاجهزه الحكوميه الى ما يعرف بحرب العلاقات العامه واسعه النطاق الدائره الان ما بين ايران والدول العربيه. واتصور ان رد الفعل العربي الشبه الموحد الذي خرج من خلال قرار الجامعة العربية هذا الأسبوع كان موفقا وكان في محله ويعكس رغبة عربية وإرادة حقيقية في الحد من هذا التغلغل الإيراني في شؤون المنطقة. نعم طيب السبب في هذا التصعيد من الجانب الإيراني؟ يعني اعتقد ان يعني ايران حاولت ان تصعد من اجل ان تستخدم هذا التصعيد كورقه ضغط على اللاعب الامريكي في مرحله ما قبل تنفيذ مخرجات الاتفاق النووي الذي تم في نهار 14 من يوليو الماضي. فبالتالي نحن في مرحله حسم وفي مرحله صراعات داخليه
حتى في إيران ما بين الجناح المتشدد والجناح المحافظ أو الجناح عفوا الإصلاحي الذي يتزعمه الرئيس حسن روحاني، وهناك على ما يبدو هناك يعني بعض الأزرع التي تريد إخفاق محاولات التسوية السياسية التي ينتهجها الرئيس حسن روحاني ومجموعاته في الخارجية، وعلى رأسهم طبعا الوزير محمد جواد ظريف. فبالتالي إذا حتى هذا ظهر أيضا أول من أمس عند احتجاز الزورقين الأمريكيين ثم الإفراج اليوم عن البحار الأمريكيين، كل هذا يصب في خانة أن هناك جناح متشدد لا يريد التسوية السياسية مع المجتمع الخارجي أو مع الدول ذات السياسات الإقليمية في المنطقة، فضلا عن أن هناك بالفعل جناح أيضا يوازي هذا التشدد في الجانب الغربي. نعم، يعني على الرغم من أن أيضا هناك تهدئة تمت بين واشنطن تهران في المرحلة الأخيرة. طبعا ما هو هذه التهدئة لا تخدم أهداف بعض الجهات، مثلا منها الحرس الثوري الذي يستثمر الآن في قطاع الطاقة في إيران. هذا القطاع إذا تم اتفاق النووي وانفتحت إيران على العالم فسوف تدعو بالتأكيد بعض الدول يعني ذات الخبرات والتقنيات الحديثة مثل فرنسا وإنجلترا وأمريكا للاستثمار في قطاع الطاقة. فبالتالي سوف يأخذ هذا الحرس الثوري مقربته 20% من يعني استحواذ على الاقتصاد الإيراني، وبالتالي هو لا يريد يعني تنفيذ هذا الاتفاق حتى لا يخسر كل هذه الثروة التي يحتكرها في الداخل الإيراني. نعم، كيف يؤثر هذا الوضع على النزاع السوري أو الملف السوري؟ بالتأكيد سوف يؤثر، حتى لو قال وزراء الخارجية في البلدين أنه لن يؤثر، لأن مفاوضات فيينا أو جنيف بشأن مجموعة أصدقاء سوريا سوف تتعثر حول المدة الزمنية التي يكون فيها بشار الأسد جزء من السلطة. نحن نعرف أن هناك اختلاف ما بين المحور الإيراني والمحور السعودي حول تلك المدة ما بين 6 أشهر أو 18 شهرا، لكن أتصور في ظل هذا الأوار المشتعل والتصعيد الدائر ما بين الدولتين أن يتعمد كل طرف ويتمسك بحق في الحصول على أعلى قدر من المكاسب الاستراتيجية من خلال هذا الملف. نعم، السيد محمد حسين أبو النور المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإيرانية، شكرا جزيلا لحضرتك. عودة مرة أخرى للست السفير، هل في أي تعليق على كلام السيد محمد أم لا؟ أبدا، يعني واضح تماما أنه إيران يعني تندفع وهم بترجع، ونفس ما حصل مع السعودية، هي مسكت القوارب وبعدين ثاني يوم افرجت، يعني هي واضح ان في خلافات، واعتقد ان احنا يجب ان احنا نستغل هذه الفرصه لانه المشكله موجوده، وازاي نفكر ازاي نستغل هذا بحيث يكون لنا سياسه، المنطقه كلها ليها سياسه بحيث تقدر ازاي تواجه ايران ويعني تخفف من تدخلاتها او تحاول توقف تدخلاتها في المنطقه كلها، لان تدخلاتها طالما إن هذه هي النية وهذا هو التصرف بالرغم كل اللي بيحصل. يعني إيران اتخذت هذه التصرفات وهي على وشك إن خلاص يبتدي التفاهم والحصار الاقتصادي ينتهي، كل حاجة في اللحظة دي تتخذ هذا الإجراء، إذن في طيارات قوية تدعو إلى ذلك. عشان كده يجب إن احنا ننظر يعني في سياساتنا نكون في نوع من الحكمة ونحاول نستغل هذه الظروف بحيث إن تبقى إيران جزء من المنطقة ولا تعيش في أمان، بحيث إن احنا كلنا نواجه الأخطار التقسيم والحاجات اللي هي موجودة في المنطقة حاليا. كنا نتحدث قبل هذا الاتصال الهاتفي عن دور الجامعة العربية في ظل الزيارة أيضا المرتقبة للأمين العام إلى الأمم المتحدة دكتور نبيل العربي، كيف ترى موقف الدول العربية، خاصة أن الدول العربية غير يعني ليست هناك صيغة واحدة أو مستوى واحد نتحدث عنه في التعامل مع الملفات وعلى الأخص الملف السوري؟ ده صحيح، يعني هو طبعا الجامعة العربية طلع قرار بتأييد موقف سعودي وإدانة موقف إيراني، فهنا ادينا الأمين العام صلاحية أنه يقدر يدافع عن هذا الموقف، لكن المواقف الفردية بين الدول مختلفة، يعني لما تيجي بقى تمسك دولة ودولة وزي ايه بتتصرف هتلاقي التصرف
يعني مختلف، لكن هو الوحدة تمت في الإدانة، لأن التصرف الإيراني كان يعني خطأ ومخالفة لقواعد القانون الدولي، والعالم كله معترف بكده، فكانش حد يقدر يقول لا، حتى بالرغم أنه هو يكون في وضع سيء ما اتخذش قرار حاجات، كل الناس قعدت في الجامعة وصدر قرار بأنه لازم إدانة، ودي حاجة طبيعية جدا لأن كان الإجراء طبيعي. لكن غير كده لما تيجي بقى تمسكي، هل ايه الدول هتعمل، هتقف ايه من الشيعة، هل هتعمل حاجة مع الشيعة، هل هتقف ضد ايران، هل بعض الدول سحبت السفراء، بعض الدول قطعت العلاقات، طبعا المواقف مختلفة. انا عشان كده يعني نرجو ان احنا نعالج العملية بالحكمة، لان الموقف العربي الحقيقة موقف سليم، المواقف اللي اتخذتها ايران حتى الان من ساعة ما ابتدت تصعد مواقف خاطئة، بدليل حتى ايران ذاتها رجعت عن كل يعني اولا يعني اعتذرت عن اللي حصل، بالرغم ان هي اللي ساعدت الناس تعمل، وبعدين بالرغم انها اعتقلت الناس سابتهم تاني يوم. إذن يعني الحاجات اللي عملتها ثبت انها غير ناجحه، فاعتقد ان احنا ننتهز هذه الفرصه ونحاول يعني دي طبعا حاجه كبيره جدا وصعبه جدا تحقيقها في الوقت الحاضر، ونطبق المثل المصري، يعني احنا ما عندنا سنه وشيعه واحد، يعني مفيش داعي نسير ونخلي الخلافات بين السنه والشيعه. النهارده احنا محتاجين احتياج اساسي ان احنا نظهر الصوره الحقيقيه للاسلام، دي بقت مهمه اساسيه على كل مسلم وعلى كل واحد في الدول العربيه. النهارده التصرفات اللي عملتها بعض الجماعات الإرهابية خلت صورة الإسلام سيئة للغاية في كل مكان، وشوف بنشوف بعض الحاجات والتطورات في بعض الحتت، وطبعا وحاجات سيئة جدا لا تليق. فأحنا يعني فرصة ننتهز هذه الفرصة، ونحن نظهر بالروح ونبين روح السماحة في الديانة، بحيث أنه يعني نخفف بين الصراعات السنة والشيعة دي كلها كل واحد. وأعتقد المثل المصري ده هو مثل أساسي، لأنه أنا يعني ما حسيتش إطلاقا في مصر طول الوقت مع السن والعجز، يعني عمرنا ما حسينا إن في دول ضد دول ولا حاجة. فيعني دي وردة، وأعتقد إن الدين يمكن أن تستخدمها بعض الدول كإيران مثلا كورقة في توقيت معين، ولكنها ليست مشكلة بالنسبة للمسلمين. يعني فنساعد نطبق بقى، نحاول نطبق الصورة السامحة للإسلام، ونحاول نتحد ونظهر يعني الصورة المعتدلة. يعني احنا مش عاوزين نواجه العنف الإيراني بالعنف بتاعنا، احنا اوريدي كفاية التقسيمات اللي موجودة، مش عاوزين نشعل، خاصة بأن لدينا ملف تقريبا الأوحد الآن في جميع الدول العربية، مكافحة الإرهاب، وده سهل جدا، واعتقد كل الناس موافقة عليه وتتحد من أجله، وده لصالح الوحدة بين كل الدول، وصالح ان هو ما بيبقاش في خلافات داخل الدول، وبرضه دول الخليج فيها بعض الشيعة وممكن اثارتهم عن طريق كذا، وحصل تطورات قبل كده، والوضع في اليمن واضح لنا كمان لغايه النهارده، في ضرب وتدخل وحاجات زي كده. فانا تقديري ان في هذه اللحظه بالذات انه توحيد الصفوف، وندي ايران فرصه، نحاول هم بيدوا بالسوق واحنا بنحاول معاهم بطريقه احسن ومهذبه، زي اللي بيحصل في مصر. يعني احنا الناس كلها عاوزه وعماله تضرب وتخرب وبتاع، بتقول هو ده الحل، احنا واحنا شايفين هنا القيادات المنتخبه في مصر بتشوف طريق اخر، اللي هو البنى والتعمير واعداد الناس وتمهيد الطرق وكل الحاجات اللي بتحصل دي على الارض، الناس بتبني والناس عاوزه تكهرب. نعم بالفعل، فهو ده الطريق يعني السليم بالفعل. النهارده اللي هو تقدري تكسبي الناس، دار يتغير السياسات، حتى لو كان في إيران في ناس متشددة، أعتقد لما بيشوفوا هذه الأجواء أعتقد هيفكروا أكتر وأكتر، وممكن ندعم الجزء المعتدل داخل إيران، اللي هو في سمعنا زي ما الخبير الإيراني اللي كان بيتكلم من شوية أن في ناس معتدلة وناس متشددة، ممكن نشجع الفصائل المعتدلة بحيث أنها يكون لها الغلبة، بحيث أن في النهاية تعود علينا كلنا بالخير وعلى المنطقة كلها بدل الشر اللي احنا نشوفه. طيب نأتي لدور مصر في المرحلة المقبلة، خاصة في الأمم المتحدة، خاصة بعد
وجود منصب عضو غير دائم بالأمم المتحدة، كيف يمكن أو رسالة التي يمكن أن تقدمها مصر أو الدور المصري في المرحلة المقبلة؟ والله يعني أنا شايف أن دور مصر بيتسع الحقيقة، وعليها مسؤوليات، بقت مسؤوليات كبيرة جدا. نمرة واحد، لأن كان الهجوم شديد عليها بحيث يفتتوها ويكسروها، قدرت بفضل الشعب وتوحيد الشعب أنها توحد الأمة وتمسكها وتحط خارطة الطريق، نفذتها بالكامل وبتتطور بهدوء على الأرض في كل حاجة، كل تطور ماشي برغم كل البلاوي اللي احنا بنشوفها دي حوالينا. فإذا يعني ممكن، يعني طبعا من اعتقد مصر هتقوم بنفس الدور في الامم المتحده وفي مجلس امن اختار في خلال الفتره اللي هي هتتولاها، وهي جت برضو من عند ربنا سبحانه وتعالى، جت في التوقيت اللي احنا فعلا محتاجين ان يحصل التغيير ده، وجت بحيث انها هيكون ليها قدره اكتر انها تشرح الاوضاع في المنطقه، قدره اكتر تفهم قد ايه الارهاب ده مشكله كبيره جدا تواجه المنطقه، هيكون ليها قدره اكتر انها تشرح القضايا العربيه والهموم اللي هي تعرض لها الشعوب العربيه وكيفيه المنازعه. فاعتقد ان توقيت الاختيار ده بعد ما كنا تقريبا انعزلنا عن العالم وخرجنا من منظمه الوحده الافريقيه وكله كله 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 مراح، فجاه كل ده بيعيد وتبقى جزء في مجلس الأمن في الفترة المحددة دي بالذات. إذن ديت هي تتفق مع الأوضاع اللي ماشية على الأرض، وتتفق تماما أن مصر ممكن تلعب الدور بتاعها، وهتلعب يعني متأكد أن مصر هتكون لها دور كبير جدا، يعني من خلال، مع أن طبعا كلنا عارفين ده كرسي غير دائم وما احناش لنا يعني قرار فيتو ولا حاجات، ما عندناش حاجات، لكن أعتقد قدرتنا نستطيع من خلال هذا الوضع اللي احنا فيه ان احنا هنستغله احسن استغلال مش لصالح مصر بس، لصالح كل المنطقه، وفي النهايه هيعود كله لمصالح العالم. النهارده احنا كنا الوحيدين اللي بنواجه الارهاب بهذه القوه. النهارده العالم اخيرا ابتدى يتنبه لهذه العمليه، واصبح النهارده يعني كل الناس حاسه ان مصر بتقوم بدور اساسي في هذه العمليه، حتى في الولايات المتحده ذاتها بالله النهارده في الصراع بين المرشحين للرئاسه، الناس بتشيد بالدور المصري وبترحب بالدور المصري، بتقول هو ده الطريق اللي يجب الناس تسنده علشان الامور تتغير، لان النهارده كل الحاجات دي بتصل لبيوت الناس في كل الدول دي، وامريكا من اكثر الدول اللي عانت، وكلنا 1911 ده وبتاع، يعني كل الحاجات دي كلنا عارفينها، واللي حصل في امريكا وفي الدول الاخرى، يعني كان هم اللي بدوا وبتيجي عليهم في الاخر. فاذا ننقلب السحر على السحر. ايوه شوفي حضرتك، هو ده الكلام مظبوط، هو ده اللي الناس ابتدت تفهمه بعد ما. فاعتقد ان مصر ستقوم بدور اساسي في هذه المرحله اللي هي خلال السنتين اللي جايين دول، بحيث تقدر تغير حاجات كتيره جدا في على النظرة الدولية. نعم. طب ست السفير، قبل أن يداهمنا الوقت، دعنا نأخذ بعض المواقف إزاء هذا الموقف السعودي الإيراني. نتحدث عن الدور الروسي في هذه المرحلة. الروسي. كيف يمكن أن نقيم الدور الروسي، خاصة نحن نعلم العلاقات الروسية الإيرانية؟ هو يعني اعتقد يعني ممكن برضه ان روسيا برضه دوله متطوره وبتتابع الموقف، وهي دخلت في سوريا في لحظه معينه وقدرت تحقق نجاحات على الارض، يعني غيرت صوره كبيره جدا على الاوضاع في الناحيه، واصبحت لكن في النهايه بنشوف ان روسيا النهارده بتقول إن لازم حل المسألة بالطرق السلمية. نعم. وبعدين إن ما لما كان في تصريحات أخيرة لبوتين، عشان يعني ما حدش بيقولوا له أنت ممكن الأسد تاخد، فيعني واضح إنه هم عاوزين الشعب السوري يختار القيادة بتاعته، فده تغير أساسي، يعني لأن هو الشعب السوري لما هو اللي يختار، بس عمل دستور في الأول
طبعا الدستور هيكون مختلف عن الدستور اللي هو موجود، بحيث ان فعلا هتكون انتخابات حرة وفي اطار دستور متفق عليه من الجميع، يدخل في كل الموجودين في سوريا، ما فيش تفضيل فئة على اخرى. فاذا هو التدخل الروسي يعني ما تقدريش تقولي ان هو جاي عشان يساند كذا، لا هو عاوز يغير الصورة. كانت بقت مقلقة جدا للمنطقة كلها، ومحدش عارفها يعني، كل التحالفات عمالة تضرب فقرات، ومات 100 200 300 وكل حاجة على الأرض زي ما هي. لكن ابتدت الأمور تتغير على الواقع لما تدخل الروس، ودي حقيقة محدش يقدر ينكرها. ودي هل يمكن أن تضغط روسيا، وده سؤال أخير، على إيران فيما يخص التهدئة بينها وبين السعودية؟ والله هي طبعا هو أي دولة عظمى ممكن ما تضغط، ممكن تضغط، لأن هي العملية القواعد اللي تم الاتفاق عليها مشتركة فيها روسيا. فهي الخمسة تعدل يعني روسيا فيها عضو فيها، والاتفاق تم وروسيا مشتركة زي ما الولايات المتحدة ماضية روسيا متفقة. فهي ممكن تضغط، بس الضغط الأساسي هيكون من المنطقة. هو ده اللي أنا أرجو أن تم ونتدركه، بحيث أن احنا في نفس الوقت نخدم يعني الديانة، وفي نفس الوقت نقدر نوحد الأمة. سننتظر ونرى ما ستحققه الأيام المقبلة على الأرض. السيد السفير عادل العدوي، مساعد وزير الخارجية سابقا، أنا بشكرك يا فندم على هذه التحليلات الثمينة، ودائما مرحبا بك على شاشة أنيل الأخبار. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام في كل مكان، وصلنا الآن إلى ختام هذا المشهد. لكم تحية كل فريق العمل، وإلى اللقاء.